الكلية العسكرية التقنية التي تم إنشاؤها بناء على التوجيهات السامية من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، تعد إحدى مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وتحت إشراف وزارة الدفاع. وتتميز هذه الكلية بدمج التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري في آن واحد، ليكتسب الطلبة المنتسبون لها صفات الضبط والربط في سلوكهم الدراسي وفي خدمتهم العملية مستقبلا. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الاحتفال بالافتتاح الرسمي للكلية العسكرية التقنية. ولدى وصول صاحب السمو إلى مقر الكلية كان في استقباله معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، ومعالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع رئيس مجلس إدارة الكلية. بعدها قام سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بالافتتاح الرسمي للكلية العسكرية التقنية. وقد استمع صاحب السمو راعي المناسبة والحضور إلى إيجاز عام عن مرافق ومنشآت الكلية. ثم توجه صاحب السمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وأصحاب السمو والمعالي والقادة إلى مسرح الكلية. لله ربا كريما مانح الوجود حقيقة وجوده، واهب الإنسانية نبي منها رحيم بها مقتدى في ركوعه وسجوده. صلاة من الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن كان للدين محافظا لوعده وعهوده. أما بعد، سيدي صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد الموقر نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء راعي حفلنا هذا، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، قادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، القادة والضباط، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلتم أهلا في صرح العلم والعمل الجاد، وحللتم سهلا تحت ظلاله الوارفة الغناء. وقبل أن نسبر غوار هذا اللقاء
نستفتح صفحاته بآيات محكمات، نتنفس من بوحها الرباني سمو العطاء، فاستمعوا لها وانصتوا، لنكن وإياكم من الرحماء. تلاوة عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب مجدي بن سعيد العامري. حيث بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. وتصعد بقابوس نرتاد المعالي دونما توان لها فوق السماكين مقصد، ونمضي سراعا نحو تحقيق غاية، فدرب العلا والعز والمجد ننشد، وبالعلم والتعليم نبني حضارة لها من قديم العهد أصل ومحتد. عمانية الأبعاد شعت على الدنا، تضيء دياجير الوجود وتوقد، وبالدين والإيمان نرسي دعائما، لأن حياة الدين نور وسرمد. هكذا هي مدرسة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعزه الله وأبقاه، تستنطق المستقبل الزاهر، وتستشرف متطلبات العصر وفق التنمية التي تستهدف إنسان هذا الوطن العزيز. وهكذا كان التوجيه السامي لبناء هذا الصرح العلمي العسكري التقني في أسرع وقت ممكن. وألقى معالي الأمين العام بوزارة الدفاع رئيس مجلس إدارة الكلية العسكرية التقنية كلمة بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني نيابة عن معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، وبالأصالة عن نفسي كرئيس لمجلس إدارة الكلية العسكرية التقنية، وعن أعضاء مجلس إدارة الكلية، وعن الهيئة الإدارية والأكاديمية بالكلية، أن أرحب بكم في هذه الكلية الواعدة الفتية، شاكرين لسموكم رعاية حفلنا اليوم للإعلان الرسمي عن انطلاق مسيرة هذا الصرح العلمي الذي طالما خططنا له واجتهدنا ليرى النور، ولله المنة على كرمه وتوفيقه. يا صاحب السمو الحفل الكريم، جاءت التوجيهات السامية لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بإنشاء الكلية العسكرية التقنية لتصبح مؤسسة تعليمية رائدة ومركزا للتميز في التدريس والتعليم والبحث العلمي والابتكار، لترفد دوائر وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة بمخرجات فنية عالية التأهيل، فضلاً عن إتاحة الفرصة للأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى لتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة من خلال الدراسة في هذه الكلية. ومنذ أن صدرت التوجيهات السامية بإنشاء الكلية، تحفزت الأذهان وحشدت الطاقات لوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ،
حيث كان المشروع طموحاً بكل مكوناته وتحدياً بكافة متطلباته، ولكن وضوح الهدف والقيادة المستنيرة للمشروع أرسل دعائم نجاحه، وتم تشكيل فرق العمل التي تشربت الأهداف واستشعرت عظم المسؤولية وانطلقت بهمم عالية وعزائم صادقة وقادة لبلوغ المرام. وبطموحات عالية انطلقت تلك الفرق نحو جليل الغايات بمثابرة وعزيمة ثابتة ونية مخلصة للعناية بكافة عناصر المشروع، فكانوا على الموعد مع هذا المنجز الاستثنائي المتميز. وبحمد الله تمكنت العناصر الوطنية المثابرة والمبدعة من قيادة هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم. إن الكلية عازمة على أن تكون مخرجاتها من خيرة الشباب المؤهلين تأهيلاً عالياً من خلال تحفيز طلبتها على التفكير المبدع وتأهيلهم في بيئة أكاديمية تعليمية وبحثية متميزة تعزز قدرات الطالب وتقوم على مبدأ التعلم الذاتي وباستخدام طرق التدريس الحديثة لبناء شخصية الطالب وتزويده بمهارات الاتصال ومواجهة التحديات في بيئة العمل، فضلاً عن أن النهج العسكري الذي ينظم حياة الطلبة الكلية سيكون له بإذن الله دور مهم في صقل شخصياتهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لهذا الوطن الغالي. تطمع الكلية العسكرية التقنية لتصبح مركزاً للإشعاع المعرفي ومؤسسة علمية معترف بها دولياً من خلال ما تطرحه من برامج دراسية تطبيقية لمرحلتين الدبلوم المتقدم والبكالوريوس، ومستقبلاً إن شاء الله الماجستير ثم الدكتوراه، بالإضافة لرعايتها للبحوث الرائدة ونقلها للمعرفة. يا صاحب السمو الحضور الكريم، ونحن إذ نحتفل في هذا اليوم المبارك بهذا المنجز الفذ في عهد قائد نهضة عمان نستشعر الفرحة، فرحة يملأها الأمل، فرحة تجدد العهد والولاء، فرحة لا تعلوها فرحة بإذن الله، هي الفرحة المرتقبة باستجابة المولى جلت قدرته للدعوات المخلصة بعودة سيد عمان جلالة السلطان القائد العلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه لأرض الوطن. هذه الفرحة التي تبعث فينا التفاؤل وتلهمنا وتشحذ هممنا وتعد بغد مشرق إن شاء الله في ظل القيادة جلالته الحكيمة، منطلقين إلى آفاق المستقبل بروح مليئة بالعزائم الصادقة والإرادة الوطنية الثابتة لبناء عمان الخير والإباء، عمان المجد والتقدم. حفظ الله جلالة السلطان وأعاده إلينا سالماً غانماً وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية، إنه سميع مجيب الدعاء. رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك شهد صاحب السمو راعي المناسبة وأصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار قادة قوات السلطان المسلحة والحضور عرضا مرئيا حول مراحل إنجاز مشروع الكلية العسكرية التقنية والأهداف المتوخاة من إنشائها.
أن الطموحات العظيمة للأمم والشعوب لا تتحقق صدفة أو بالاعتماد على الآخرين، وإنما تتحقق بالاعتماد على النفس والعمل الدؤوب والجهد الخلاق والمبدع والعطاء الصادق الإخلاص والمشاركة الواعية المسؤولة. وهذا هو ما ندعوكم إليه اليوم لتحقيق ما نتطلع إليه من طموحات عظيمة لبناء عمان الحاضر والمستقبل. بهذه الكلمات المضيئة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، بدأت الانطلاقة الحقيقية نحو بناء عماننا الحبيبة، والتي أصبحت في فترة وجيزة دولة حضارية مرموقة بين الشعوب. ومع تطور البناء والتنمية لقوات السلطان المسلحة الدرع الواقي للبلاد، أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء كلية عسكرية تقنية تكون رافداً أساسياً لخدمة قوات السلطان المسلحة. وقد كانت نقطة البداية الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء الكلية العسكرية التقنية، لتكون بين أفضل الكليات بالمنطقة التي توفر التعليم الأكاديمي والتدريب التقني بجانب التدريب العسكري بحلول عام 2020 للميلاد. وقد كانت بداية الأعمال الإنشائية التي وضعها معالي محمد بن ناصر بن محمد الراسبي أمين عام وزارة الدفاع في 21 من إبريل من عام 2013 للميلاد، وبمتابعة حثيثة من قبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وجميع القائمين على هذا المشروع. شمال معسكر المرتفعة هو المكان الذي شهد مهد الكلية العسكرية التقنية، وعلى مساحة تقارب 1,000,000 متر مربع، وبمساحة بناء قدرها 270,625 متراً مربعا، تم تشييد عدة مبان لتكون صرحا عظيما متميزا وفريدا، ويعتبر بناؤها إنجازا كونها شيدت في زمن قياسي. تم البدء الدراسي للعام الأكاديمي 2013-2014 في 15 من شهر سبتمبر من عام 2013 للميلاد. لقد كانت التوجيهات السامية لجلالة القائد العلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه اقتضت بإنشاء كلية عسكرية تقنية كمؤسسة تعليمية مشتركة تهدف إلى وضع التعليم والتأهيل التقني تحت مظلة واحدة لتكون رافداً لدوائر وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة. يتكون مبنى الكلية من مبنى رئيسي على شكل دائري وبتصميم هندسي راق ورائع، وهو يتوسط 4 مبان للتدريس، 2 عن يمين المبنى الرئيسي و2 عن يساره. وفي الجهة المقابلة للمبنى الرئيسي أقيم مسرح مجهز بأحدث التقنيات الفنية لإقامة المناسبات والفعاليات الخاصة بالكلية، لتكون جميع تلك المباني طرازا معماريا فريدا من نوعه. تم تشييد برج الساعة الكلية في ساحة في منتصف الشكل الدائري ليزيد الشكل الجميل جمالا، والساعة ذات 4 الاتجاهات تشير إلى الانضباط والحرص على الوقت. يحتوي المبنى الرئيسي على مكتب عميد الكلية ومساعد عميد الكلية للشؤون الأكاديمية ومساعد عميد الكلية للمالية وخدمات الإسنان ومكاتب رؤساء الأقسام الأكاديميين، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية الأخرى وقاعات للاجتماعات. وبه مكتبة تحتوي على العديد من الكتب ومجهزة بالحواسيب الآلية وخدمة شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. أما المباني الدراسية 4 فتحتوي كل منها على قاعات وفصول للتدريس
ومختبرات لمختلف التخصصات التقنية بشكل يرتقي بمستوى تأهيل الطالب العلمي بسهولة ويسر. كما تحتوي المباني على مكاتب لأعضاء هيئة التدريس، وتم إنشاء مبان سكنية داخل حرم الكلية لعميد الكلية ولأعضاء هيئة التدريس، وخصص لهم ناد يحتوي على قاعات للطعام. إن الكلية العسكرية التقنية جاءت لتلبي الحاجة الفعلية لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، حيث تعمل على تأهيل طلابها بأسلوب علمي متقدم وفي بيئة أكاديمية متجددة في إطار قيم ومثل المجتمع العماني. هذا إلى جانب إخضاع كافة منتسبي الكلية للتدريب العسكري للارتقاء بهم في معاني الضبط والربط والالتزام. ومن هذا المنطلق يتم قبول الطالب في الكلية العسكرية التقنية عن طريق مركز القبول الموحد من الحاصلين على شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها، وبعد اجتياز الطالب الفحوصات الطبية واختبار اللغة الإنجليزية يلتحق بعدها بالسنة التأسيسية الأولى ليدرس دراسة مكثفة للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دراسة بعض المواد العلمية الإلزامية المشتركة كالرياضيات والفيزياء والحاسب الآلي. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى الدراسة المتخصصة التي ترتبط الكلية العسكرية التقنية أكاديمياً بالشراكة مع جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة، حيث سيكون الطالب قد اختار أحد التخصصات الهندسية وهي هندسة نظم. هندسة طيران هندسة بحرية وهندسة مدنية. هذا وقد تم إنشاء 4 ورش فنية، فيتم تزويدها بالمعدات الفنية والأدوات اللازمة للدراسة العملية وتدريب الطلاب على صيانة الأجهزة والمعدات على الهياكل والنماذج المختلفة للمعدات. وطوال مدة الدراسة الفنية بالكلية يحصل الطالب في كل سنة على التدريب العسكري بالتزامن مع الدراسة الأكاديمية بهدف تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات العسكرية اللازمة وغرس قيم الانتماء للوطن وحب الولاء والطاعة وتنمية الثقافة العسكرية ولتأهيلهم على الانضباط العسكري. فتم إنشاء ميدان استعراضي مجهز للتدريب العسكري للطلاب. ومدة الدراسة في الكلية 3 سنوات، يحصل بعدها الطالب على دبلوم متقدم بعد النجاح ليلتحق بعدها بجهة عمله. أما الطلبة المتفوقون في الدبلوم المتقدم فسيواصلون دراستهم لسنة دراسية رابعة، وبعد نجاحهم يحصلون على شهادة البكالوريوس. وفي سبيل توفير بيئة تعليمية أكاديمية تم إنشاء 4 مبان لسكن الطلبة مجهزة ومؤثثة ومهيئة لاستذكار دروسهم، وتم إنشاء ناديين يحتويان على قاعات للطعام لتناول الوجبات 3 اليومية. كما يمنح جهاز حاسب آلي محمولاً وكذلك ملابس عسكرية ورياضية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج في العيادة الخاصة بالكلية طوال فترة الدراسة. الله أكبر الله أكبر الله. وحرصاً على غرس القيم الدينية لطلابها، فقد رعت الكلية إقامة الصلاة المفروضة في مواقيتها وخصصتها ضمن جدولها اليومي للطلاب. ومن منطلق المحافظة على البنية الجسمانية السليمة للطالب، حرصت الكلية على إنشاء ملعبين رياضيين لممارسة لعبة كرة القدم، واحد رئيسي والآخر فرعي، وحوض للسباحة أولمبي، وصالة رياضية مغطاة تحتوي على العديد من الأجهزة الرياضية. كما وفرت مركزاً تجارياً وأيضاً قاعة كبرى لإقامة المعارض. وعند تخرج الطالب من الكلية سيحصل على الشهادة الدولية في تحديد مستوى اللغة الإنجليزية IELTS،
وشهادة الدبلوم المتقدم وشهادة البكالوريوس من جامعة بورتموث وشهادة الهيئة الأوروبية لسلامة الطيران EASA الجزء 66 المستوى ألف وباء وجيم. كما سيحصل مستقبلاً على شهادة الماجستير المعتمدة في الهندسة من المجلس الهندسي البريطاني ECUK. إن وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة تبذلان كافة الجهود لتطوير قدراتهما وإمكانياتهما في مختلف المجالات العملياتية والإدارية والتقنية، وها هي الكلية العسكرية التقنية ثمرة من ثمار هذه الجهود، فهي إضافة نوعية إلى مسيرة البناء والتنمية لوطننا الغالي عمان، ولتحقق أهم المرتكزات الوطنية القائمة على الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وتدريبه حتى يؤدي دوره بكل كفاءة واقتدار وإجادة لخدمة هذا الوطن المعطاء، وذلك بالعلم والعمل الجاد. ثم قام صاحب السمو راعي المناسبة وكبار المدعوين بجولة في مرافق الكلية المختلفة. تهدف الكلية لتكون إحدى الكليات الرائدة في التعليم التقني، حيث تعمل على تأهيل منتسبيها في بيئة أكاديمية معززة بكافة المصادر التعليمية التي تؤهل مخرجاتها للانخراط في العمل فور تخرجهم من الكلية. وقد صممت الكلية بأرقى المواصفات العالمية من حيث الإنشاءات والأجهزة التعليمية والتدريبية والمختبرات والورش العملية. وبهذه المناسبة أدلى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بتصريح أعرب خلاله عن تشرفه بالتكليف السامي وامتنانه لرعاية مناسبة افتتاح الكلية العسكرية التقنية التي تأتي في إطار الاهتمام المتواصل لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لإعداد وتأهيل الشباب العماني في كافة القطاعات المدنية والعسكرية من خلال مؤسسات يتوفر لها أفضل ما وصلت إليه التقنيات العلمية تمكينا لهم في الاطلاع بمسؤولياتهم الوطنية حاضرا ومستقبلا. وقد أشاد سموه بالدور الذي تطلع به وزارة الدفاع بمختلف وحداتها وكافة الأجهزة الأمنية في مسيرة البناء الشامل الذي تشهده السلطنة في هذا العهد المليء بالمنجزات التي تحقق التقدم والخير للجميع. كما أشاد بعزيمة الشباب في التحصيل العلمي بمستوياته المتعددة، معربا سموه عن ثقته بأن هذا الصرح الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري سوف يكون له شأن بارز في إعداد المنتسبين إليه ليؤدوا دورهم بكفاءة واقتدار في خدمة البلاد والحفاظ على مكتسباتها.
نحن سعداء اليوم بافتتاح الكلية العسكرية التقنية التي تعتبر إضافة لمؤسسات التعليم العالي في السلطنة وبإشراف كامل من وزارة الدفاع. هذه الكلية أتت تحت مظلة واحدة توحيدا للجهد والموارد وبمخرجات بمستويات عالية معترف بها محليا وعالميا، مما لا شك فيه بأن مخرجات هذه الكلية ستكون رافدا لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية بكوادر ذات كفاءة عالية. هذه الكلية التي تعتبر الأولى على مستوى الخليج العربي والثالثة على مستوى الوطن العربي، وهذا من أحد الأسباب التي جعلتني أنتسب لهذه الكلية. الجدير في هذه الكلية أو الاختلاف الذي يفرق بين الكلية هذه والكليات الأخرى أنها تجمع بين التدريب العسكري والدراسة الأكاديمية المكثفة ارتباطا مع جامعة بورسموث البريطانية. الحصص العسكرية منفصلة تماما عن التدريب أو عن الدراسة الأكاديمية. سبب التحاقي في الكلية العسكرية التقنية هو سبب لأنها تجمع بين الجانب العسكري والجانب الأكاديمي. ثاني سبب لأنها تمنح الطالب عدد من الشهادات مثل شهادة الآيلتس للفونديشن، شهادة الدبلوم العالي المعتمدة من جامعة بورتسموث. سبب التحاقي لهذه الكلية لعدة أسباب، اللي هي تمنح الشهادة الدولية المعترف بها عالميا، وطبعا وبعض من الرخص الهندسية التي تمنحها بالاشتراك مع جامعة بورتسموث، وتمنح أيضا الرخصة الأوروبية لسلامة الطيران إياسا بارت 66.